السلام عليكم احبائي، مرحبا بكم في قناتي شيوات بشرى عشبي. نتمنى تكونوا بالف خير وبصحه جيده. تحت طلب بزاف ديال الاخوات اللي طلبوا مني انني نوجد لهم سمن معمر في الفران بطريقه اللي تكون سهله بزاف وبحشوه اللي تجي لذيذه. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. تابعوا معايا الان المقادير وطريقه التحضير. اذا اول حاجه غادي نوجدو هي العجين. عندي هنايا كيلو ديال دقيق الفرز، غادي نحتاجو كذلك نصف كاس ديال دقيق الفينو، القليل من الخميره ديال العجينه، جوج معالق كبار ديال اليوغور طبيعي، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، خماره حمراء، وغادي نحتاجو كذلك القبصه ديال الملح. غادي نعجن الكل بالماء الدافئ. بالنسبه لكم ممكن تعجنوا باليد ديالكم، وكيف ما كنذكر لكم دائما ملي كنجمعوا العجين سواء ديال المسمن او العجين ديال البطبوط كنجمعوها بالماء الدافئ وكندلكوها مده ديال 5 دقائق، باش هكذا كنحصلوا على واحد العجين اللي كتجي ناجحه 100%. كيف ما كتشاهدوا احبائي، انا هنايا ضفت الماء الدافئ حتى تجمعت لي العجين. غادي نخليها تدلك مده ديال 5 دقائق ونتلاقاو باش تشوفوا معايا العجين بعد ما دلكناها كتجي رطبه على هذا الشكل. غادي نغطي هذا العجين وغادي نخليها تخمر مده ربع ساعه حتى نصف ساعه، وغادي نمشيو نوجدوا الحشوه. بالنسبه للحشوه انا هنايا خديت جوج ديال الخزوات اللي حكيتهم بالحكاكه رقيقه. عندي هنايا جوج ديال البصلات كيكونوا متوسطين، قطعتهم مربعات صغيره. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الهريسه، القليل من الزيتون الاخضر مقطع. عندي هنايا الجبن محكوك. وبالنسبه للتوابل اللي غادي نحتاجو، عندي هنايا القليل من الملح، القليل من السكنجبير، القليل من الابزار، والقليل من التحميره، والقليل من الخرقوم البلدي. وغادي نحتاجو كذلك الزيت فاش غادي نشحرو الكل. دابا غادي ندوزو بالنسبه لهاد الحشوه، عفوا غادي نضيف ليها الدجاج اللي طيبته وشديته وقطعته على هذا الشكل. ممكن اضافه اي حاجه كتبغيو سواء طون او الكفته او لدند. اذا بالنسبه للطريقه اخواتي، كناخذ المقلاه كنوضعوها على النار، غادي نضيفو القليل من الزيت. بالنسبه للحشوه حسب الرغبه ديالكم ممكن تضيفوا كذلك القرعه الخضراء، حتى هي كتحكوها بالحكاكه رقيقه كتجي حتى هي رائعه في المذاق ديالها بالنسبه لهاد المسمنات. اذا بعد ما ضفت القليل من الزيت، ضفت القليل من الملح والقليل من السكنجبير ما كنكتروش، غادي نضيف في هاد الاثناء الابزار والقليل من التحميره اي الفلفل الاحمر، وغادي نضيف كذلك القليل من الخرقوم البلدي. ممكن اضافه القزبر ومعدنوس، انا هنايا ما ضفتهمش، خليت هاد المكونات بوحدها هي اللي غادي نطيب. اذا بعد ما ضفت توابل كامله غادي نشحر الكل على عافيه مهيله حتى كيطيب جميع المكونات اللي استعملنا. كيف ما كتلاحظوا احبائي، بعد ما طيبنا الحشوه غادي نضيف الان الزيتون المقطع، وغادي نضيف كذلك معلقه كبيره ديال الهريسه. هذا اختياري بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش الحار، ممكن يستغناو على الهريسه ويضيفوا بلاصتها القليل من صلصه الصوجة. اذا انا هنايا غادي نشحر الكل مده 2 دقائق وغادي نطفي عليهم النار. كيف ما كتلاحظوا احبائي، بالنسبه للعجين بعد ما ارتاحت 20 دقيقه كندهنوا اليدين ديالنا بالزيت وكنشكلوا من هذا العجين كويرات اللي كتكون صغيره بزاف. ملي كنخليو العجين كترتاح كتجينا سهله باش اننا نكوروها. اذا بعد ما كورت العجين غادي ندوز باش نخلط الحشوه. غادي نضيف دوك المكونات اللي طيبنا اللي فيهم الجزر والبصله والخزو والتوابل، وكذلك ضفت عليهم الهريسه. غادي نضيفهم على الدجاج. كيف ما ذكرت لكم ممكن تضيفوا الطون
اولا الكفته اولا لدانت. اذا انا هنايا خلطت كل شيء وغادي نمر الطريقه باش غادي نعمر هذا المسمن. اول حاجه كندهنوا سطح العمل عفوا بالزيت، كناخذوا العجينه ديالنا كنايطاليوها فوق سطح العمل. كيف ما كتلاحظوا كتسهل علينا اننا نطلقوها من بعد ما كنخليوها كترتاح مده ديال 20 دقيقه. كنديروا العجين على شكل طولي كيف ما كتشاهدوا معايا. بالنسبه للعجين واخا تقطع لكم ماشي مشكل لاننا غادي نلويوها من بعد. كنحاولوا اننا نديروا هاد العجينه تكون رقيقه، ومن بعد كناخذوا القليل من الحشوه كنوضعوها في الجنب ديال العجين كيف ما كتشاهدوا، ومن بعد كنضيفوا من الفوق الجبن مبشور فرماج حمر محكوك، ومن بعد كنطويو الجوانب كيف ما كتشاهدوا. وغادي نلويو هذا العجين على شكل سيجار. بالنسبه للطريقه فهي سهله بزاف، غادي نعاود امامكم الطريقه مره اخرى ديال هذا المسمن. كيف ما ذكرت لكم كندهنوا سطح العمل بالزيت، كنبسطوا الكره ديال العجينه على شكل طولي، كنحاولوا اننا نرققوا العجين، ان شاء الله ندير لكم فيديو اخر ديال مسمن معمر بالكفته والشعريه الصينيه، حتى هو كيجي رائع في الفران. اذا بعد ما سرحت العجينه خديت هنايا القليل من الحشوه وضعتها في الجنب ديال العجين، وضعت فوق منها الجبن مبشور اي الفرماج حمر محكوك، ومن بعد كنطويو الجوانب على هذا الشكل وكنلويو بحال هكا بحال الشكل ديال السيجار. غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي ونتلاقاو. اذا احبائي بعد ما كملت الكميه اللي حصلت عليها غادي ندهن هذا المسمن باصفر البيض. بالنسبه لي انا هنايا ما كندهنوش بالزيت او بالزبده، كنفضل انني ندهنو باصفر البيض باش هكا كنحصل على واحد اللون ذهبي جميل بزاف. غادي نستمر بحال هكا حتى ندهن هاد المسمنات. كيف ما كتلاحظوا احبائي انا هنايا غادي ندخل هاد المسمن الفران مسخن على درجه حراره 150 ونتلاقاو باش تشوفوا معايا الشكل النهائي ديال هاد المسمن بعد ما خرجته من الفران. اذا احبائي هذا هو الشكل النهائي ديال المسمن، كيجي رائع جدا وكيجي رطب كيف ما غادي تلاحظوا معايا. كنتمنى انكم تجربوا هذا المسمن، كيجي لذيذ بزاف وسهل في التحضير ديالو. كيف ما كتشاهدوا العجينه كتجي رطبه ومقرمشه في نفس الوقت. غادي نقطع امامكم واحد المسمنه باش تشوفوا معايا الحشوه كيفاش كتجي من الداخل ديالو، والجوانب كيجيو مقرمشين بزاف. كنتمنى انكم تجربوا هذا المسمن وينال الاعجاب ديالكم. وبالنسبه للناس اللي كيزوروا القناه لاول مره مرحبا بكم، وما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. نتلاقاو في فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم اخواتي.